تلقوني على موجات راديو كاب اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي التحقت بنا في الاستماع والمشاهده. اليوم الحلقه الاولى من برنامج زيرو بوليتيك يرجعكم في موسم جديد ضمن الشبكه البرامجيه الجديده لراديو كاب اف ام. خلوني نرحب في البدايه بقلب وروح وحياه المنشط فارس الشعباني. مرحبا. مرحبا مرحبا بالسادة المستمعين الكل في البلايص الكل. ان شاء الله تكون بداية موسم موفقة لينا وكهو. يعطيك الصحة فارس، نرحب كيف كيف بالجميلة بالأنيقة على الدوام سند النبي. مرحبا. مرحبا، صباح النور صباح الفل للناس اللي تسمع فينا الكل. مبروك علينا تجربة وإن شاء الله تكون تجربة خفيفة وناجحة بقدر الله. لحظة بركة، مش خليتكم في تنويش جاكم زيرو بوليتيكا؟ والله يا ظروف. ظروف. احنا هما راه ونتمشي نتبعوا حبتكم في المنشط زعما. اي اكيد. يلا تدسوت اولى فقره نتاعنا، فقره اكتواليتي اون بريف، باش نرجعوا فيها الاحداث اللي صارت في الجمعه هذه مع فارس. فارس حازلت لنا اكتواليتي. مرحبا. نبداو بالسبور سيف. بطولة النينغامبو الصينية للتنس، أنجي جابر تتخطى الأرجنتينية بودرا روسكا وتتأهل إلى الدور النهائي. باهي. عندنا زادا أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن فوز المغرب، حيث فاز المغرب بشرف استضافة وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية سنة 2025. دونك المغرب بعد 35 عام غابت فيه على التنظيم كأس إفريقيا الأمم آخرها 1988، ترجع 2025. وهذه فرصة معناتها أنها بعد المردود الممتاز اللي قدمته في كأس العالم الأخر في قطر أنها تأخذ شرف استضافة كأس العالم على شلاه في المستقبل. سند. مش نحكيو في على المغرب ولا على أنس. نحب أنس. أنس سفيرة السعادة وهرمون السعادة كالعادة ديما فرحتنا. لعبت اليوم الخمسة متاع الصباح كيما هكا، توجت نقول له مبروك عليك التتويج ومبروك علينا، ديما فرحتنا أنس. إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما راية النصر مرفوعة يا ربي. أمين يا ربي. نكملوا نمشيوا لأخبار العالم، حيث تحول حفل زفاف أقيمة في صالة أفراح الهيثم في الحمدانية بمحافظة النيوة العراقية إلى مأتم وفاجعة كبيرة أثر نشوب حريق في صالة متواجد فيها نحو حوالي 1000 شخص، مما أدى إلى وفاة حوالي 2000 ضحية ووجود أكثر من 250 شخص بين الحياة والموت. وبحسب وكالة الأنباء العراقية تشير المعلومات إلى أن سبب الحريق يعود إلى إطلاق الألعاب النارية. شفنا الفيديو هذا داول برش على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، شفنا حفل زفاف من فرحة يتحول إلى حزن، ناس فرحانة عاملة جو عرس كما نعرفه سندا احنا العروسات متاعنا فرحة وشديح وما إلى غير ذلك، فجأة يتحول إلى مأتم إلى فاجعة إلى حزن في جرة شنوة في جرة الألعاب النارية. ألعاب النارية وشوية وبرشة تقصير من السلطات المعنية، معناها صحيح قضاء وقدر ونأمنوا ياسر بالقضاء والقدر وحاجة ما مشيت للتقصير. التقصير علاش؟ على خاطر ألعاب نارية، على خاطر سيف تقصير معطاش تحضير اللي الصالة هذيك معناتها مبنية بحاجات معناتها مواد سريعة الاحتراق. فهمتني. هوني ما حكيوش على تقصير من الدولة، حكيو على ألعاب نارية اللي هي شوف يا سيف ساعات المشكله كي تخرج ما نعطيوش احنا الاسباب الرئيسيه نتاعها، نحب نغطيو المشكله هذيك. ايه الالعاب الناريه يوم بعد الالعاب الناريه واش تقول لي هما مسؤولين عليها؟ اي مسؤولين عليها؟ حتى انت مسؤول على الصاله اللي انت كريتها لهم ديجا وجود 1000 شخص اعتباره موجودين في بلاصه في معنى في تحت امانتك انت وتحت رقابتك انت، فما شروط، فما ابسط اضعف الايمان شروط تتحط قبل ما انت تكري صالة. راهو هكا وهكا وهكا وهكا، راهي الاسقف مصنوع من مواد بلاستيكيه سريعه الاحتراق ولا سريعه الاشتعال، ينبه كراسه شروط محطوطه، فما ناس تراقب باش انت كي تدخل باش تكري ولا باش انت تشعل النار ولا سا ديبون شنو اللي موجود فم، تكون انت تحت المسؤوليه هذيك، انت ديجا كراسه الشروط انت مطلع عليها. صاحب القاعة الافراح هون يتحمل المسؤوليه، انه يتحمل المسؤوليه كيما فما سلطات اخرى وهيئات اخرى تتحمل المسؤوليه معه. هي هذيك مبنيه بكل المواد هذيك سامحني تحت رقابه شكون؟
السؤال يطرح لنا تحت رقابة شكون؟ واضح. خاطر كارثة بالحق، كارثة بأتم معنى الكلمة، إنه عرس من 1000 شخص تو حسب ما وصلنا 250 ضحايا و250 معناها بين الحياة والموت، معناها من 1000. فما تصور الدولة على موقع التواصل الاجتماعي، فما شخص القاء الروبة متاع أمه معناها محروق ديجاي لوش فيها ماهيش موجودة، هي بالحق تفرجنا في فيديوهات ومشاهد شيء يقص القلب، معناها من فرحة، من فرحة العمر كما احنا نعرفه، من فرحة العمر تلقى روحك انت من غدوة تدفن في 200 شخص. واضح. نتعدي والخبر مازلنا سيف في حالة الوفاة، حيث أن حادث وفاة طالبة مقيمة بحي الجامعة قصر الهلال، وزارة التعليم العالي تكلف التفقدية العامة بالبحث والتثبت في حالة الوفاة. شوفنا زاد الخبر هذا يا سندا، داوله برشا على موقع التواصل الاجتماعي. طالبة أول عام لها في الفاك، جات شدة كريس في آخر الليل، أصحابها حبوا يسعفوها، هبطوا للريسبسيون ما لقاوش العساس، العساس مش موجود، الباب مسكر، حتى اتصلوا بالاسعاف لاسعاف بالحمايه، معناها طلبت منهم يشرجعوا للاداره، الاداره لازم الاداره تكلمهم، معناها لهني ما فهمتش، احنا عندنا حاله طارئه مستعجله، نستنوا حتى الاداره، وباب مسكر، عساس مش موجود، طفله كانت فرحانه اول عام لها في الفاك. انا نحب نسال حاجه من وجيعه اللي تخلف الطاول عائلتها، كل عاده نرجعوا قضاء وقدر وحمد الله والله يرحمها وينعمها وربي يصبر عائلتها، نرجعوا كل عاده شكون المسؤول، علاش يصير هكا، علاش التقصير هذا بالطريقه هذه، رانا معناها نعيشوا في 2023 التقصير اللي قاعد يصير طو متاع بداية الحياة، مش متاع تو قاعدين نعيشوا في 2023، كي تطلب أمبولانس تقول لك أرجع لازم الإدارة اللي ترجع لي، يسمحني الحالة اللي أنا فيها. احنا قبل ما نوصلوا للأمبولانس، قبل ما نوصلوا للحماية، العساس وين؟ هذه المشكلة، هذيك السؤال، سؤال يطرح نفسه. باب مسكر، عساس مش موجود، تصير الحالات هذوما، الحالات الكريز، فما تصير حالات أتعس من هكاك، وين العساس؟ كيفاش يخلي مكان العمل نتاعه ويمشي؟ وين الإدارة؟ ولا هذه اللي نحكيو فيه، الريسبونسابيليتي لشكون ترجع؟ من الأول للآخر، من اللي أنت، من اللي هي هكي هزت بنتها وحاطتها فم، معناها هي راهي أمانة مستأمنة بكم أنتوما فهم، إذا كان هي من بعد بجمعة من رونتري ولا جمعتين ترجع لها بنتها في صندوق، ما قالش ربي. واضح. تعدي الخبر من بعد. الخبر اللي من بعد يهمني أنا شخصيا، فهمتني؟ مال جريت جريت الأخبار بتاريخ 28 سبتمبر صفحة 26. نادي المسرح بقليبيا يتوج بعدة جوائز. أيوة. انتظم منتصف الشهر الجاري بدار الثقافة نور الدين صمود قليبيا حفل تكريم لنادي المسرح بعد أن حصد أغلب الجوائز في المهرجان الجهوي بدور الثقافة والمؤسسات ودور الشباب للمسرح الذي أقيم بمنزل تميم بولاية نابل. وكان نادي المسرح بدار الثقافة نور الدين صمود قليبيا قد حصد عدة جوائز، المذكور منها جائزة أفضل أداء فردي للمونولوج هثيان لنيروز بن نصر وعن نص لؤان نجار، وعاد أفضل نص مسرحي للأطفال لكمال مبروك في مسرحية أوبريت الحكاية المنسية، وجائزة أفضل سينوغرافيا لإلياس بن نصف للأطفال وللكهول. كما حصلت الممثلة للأطفال همس الزيادي على جائزة أحسن ممثلة، ونال صديقي وصاحبي وخويا وسيم الزيادي على جائزة أفضل ممثل للكهول لمسرحية الترياق اللي مثلت فيها أنا للمخرج إن شاء الله ربي يطول في عمره وخليه لنا نور الدين. دونك هو خبر يحكي سعيد نور سعيد عمل. دونك خبر عندك أنت جري في وسط الخبر هذا، حكينا عليه شوية. والله ايش باش نقول لك، في الخمسة او ست عوام الاخرى قليبيا شهدت يعني ثورة كبيرة في المسرح، معناتها هي كانت معروفة قبل بالفولي وكل شيء، وصلت انها تو معناتها توا معروفة بالفولي. نعرف، اما بدأت تدخل في ثقافات جديدة منها المسرح، معناتها تو معناتها كي تقول دار الثقافة نور الدين صمود قليبيا تقول نادي المسرح اللي هو مش مجرد نادي. من الأول البداية معناتها فيه ستة وسبعة خلاص، تو فما للكبار وللصغار ويتحلى معناتها على عباد أخرين يعملوا دي فورماسيون وكذا، وأكثر من عمل مسرحي وفي الأداء الفردي، وخرج تو مخرجين في السينما اليوم يرجعوا بحذانا
وكما السنة زاد شارك في احتضان ما تشارك في مسمى في فاك شارك في التنظيم، معناتها قاعد يعمل في خدمة قوية برشا، وذا كل معناتها يرجع للثقة الكبيرة علىتها السيدة مديرة دار الثقافة مدام عايشة والأستاذنا نور الدين سعيد طاملة، معناتها اللي بداها الثورة هذه، معناتها هو كان يقري في منزل تميم قبل، بعد كي جاء معناتها للقليبية معناتها عمل ثورة في المسرح. باهي سند نشوف أصحابي في المسرحية، نفرح برشا على النجاحات اللي قاعدين يقدموا فيهم والتطور اللي من كل مسرحية المسرحية تشهد التطور. حاجة مش غريبة على فارس. أي لا فارس مصنفنا عاد إن شاء الله مبروك عليهم وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا فارس. عايش يعطيك الصحة. كملنا لك كملنا لك تيه مازال فماش خبر آخر؟ لا متأكد متأكد اخر قرار. كانت هذه اكتواليتي اون بريف مع فارس الشعباني. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار الى حدود الساعه منتصف النهار، لكن قبل هذا فاصل غنائي ثم نعود.